كلها حرم إليها تقبل الأمم، ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم. مكة كلها حرم، مكة كلها حرم إليها تقبل الأمم، ففي أرجائها الحسنات. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة. أنا معكم حسين الفيفي من مكة المكرمة، وتحديدا متجهين إلى الحرم المكي الشريف لأداء صلاة الجمعة. لا تنسون في هذا اليوم وفي كل يوم أكثر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الحرم، ما شاء الله بداية صباح يوم جميل مع أجواء جميلة ما شاء الله. الأجواء ما شاء الله تعتبر معتدلة. طبعا هنا يظهر معنا مسجد بير بليلة، تقام فيه جميع الصلوات ما عدا صلاة الجمعة. ما شاء الله نشوف صفوف المصلين تملأ شارع أجياد. ما شاء الله نخرج مع ضيوف الرحمن باتجاه الحرم، نشوف أعداد كبيرة تملأ شارع أجياد. أجمل شيء وأنت تسير مع ضيوف الرحمن، في خطوات جميلة نحو الحرم. هذا فندق انفينيتي من الفنادق الجميلة والقريبة للحرم. طبعا ندخل في هذه الأزقة في شارع بير بليلة، فندق نزل الطلائع من الفنادق الجميلة، كلها فنادق داخلية لكن تعتبر بأسعار يعني في متناول الجميع. هذه أحد الفنادق برضو، فندق السيلة جياد. بعدها نخرج على شارع بير بليلة، وهنا نخرج على شارع بير بليلة. شوفوا ما شاء الله الشارع مزدحم بأعداد كبيرة من ضيوف الرحمن، وهم خارجين إلى طريق جياد باتجاه ساحات الحرم. نخرج الآن على شارع الجياد. أعداد كبيرة تملأ شارع الجياد باتجاه الحرم. هنا المحلات التجارية يبيعون السجاجيد، المظلات، الملابس، الكماليات، المواد الغذائية. وهذه أحد الحملات اللي توها وصلت، لابسين إحراماتهم. لابسين إحراماتهم ومتجهين إلى الحرم. وهذا الباص الثاني. وهنا بدأنا نشوف صفوف المصليات. هذا الباص الثاني ما شاء الله. تقريبا. وهنا نعود بالصورة للخلف ونشوف فيها صور جميلة لضيوف الرحمن، وفي خطوات سريعة وجميلة نحو الحرم، لابسين إحراماتهم، نسمع تلبيتهم. هنا منطقة أجياد المصافي، المطاعم، المحلات التجارية، وفي طريقنا إلى ساحات الحرم. طبعا نجي هنا لأحد نقاط توزيع الماء. ما شاء الله كل هذه الثلاجات. هنا يتم توزيع الماء. وهنا نجي ناخذ مويتنا. أخذنا مويتنا. وهذه آخر نقطة لوصول سيارات الأجرة.
بعد ما اخذنا مويتنا متجهين الى ساحات الحرم من اجياد المصافي. طبعا هنا اخر نقطه تقريبا قفلوا المسار للدخول الحرم. اشهد ان هنا ندخل على منطقة الأبراج. ما شاء الله نشوف المسار الثاني وصلت صفوف المصلين هناك. ما شاء الله هنا أحد نقاط توزيع الماء. ما شاء الله هذه أحد نقاط توزيع الماء. جزاهم خير ويكتب أجرهم. شكرا. طيب أنا الآن في طريق أجياد. قبل ما ندخل ساحات الحرم عندنا دورات مياه للرجال وعندنا دورات مياه للنساء. يعني راح تكون صلاتنا يوم الجمعة نفس الجمعة اللي فاتت، صلينا في على الرصيف هذا، الآن راح نصلي في هذه الساحات بين شارع أجياد السد وبين شارع أجياد المصافي. ما شاء الله تقريبا باقي 10 دقائق على أذان وصلاة الجمعة. ما شاء الله ضيوف الرحمن يملؤون ساحات وأروقة الحرم. ما شاء الله تبارك الله. بعد انتهاء صلاة الجمعة نشوف خروج المصلين من ساحات وأروقة الحرم. ما شاء الله تبارك الله. هذه الصورة بعد انتهاء صلاة الجمعة وخروج المصلين من أروقة وساحات الحرم. نخرج الآن على طريق أجياد المصافي. هنا مدخل الأبراج والأسواق في فندق الصفوة أو أبراج الصفوة. ما شاء الله تبارك الله. سيل خارج من أروقة وساحات الحرم باتجاه أجياد المصافي مواقف ريع بخش. ما شاء الله تبارك الله والزحمة. وهذه أحد الصور الجميلة من الدائري الأول بإطلالة جميلة على طريق أجياد. نشوف فيها زحمة ضيوف الرحمن وهم خارجين من ساحات وأروقة الحرم بأعداد كبيرة إلى أجياد المصافي، إلى مواقف ريع بخش، إلى شارع بير بليلة وإلى الفنادق الموجودة جنوب الحرم. هذه الدائري الأول أحد الشريانات الرئيسية
الموصلة لأحياء مكة والمنطقة الحرم. هذا الداري الأول اللي جايين من جبل الكعبة من شارع إبراهيم الخليل، وحنا نازلين الآن على جاد المصافي مواقف ريع بخش شارع بير بليلة. ما شاء الله والزحمة. طيب زي ما نشوف في هذه الساحة أماكن لتوزيع وجبات السبيل، هنا أماكن لتوزيع وجبة الغداء على ضيوف الرحمن، وكذلك أماكن لتوزيع الماء، وراح نشوف أماكن لتوزيع الأحذية على ضيوف الرحمن وهم خارجين من الحرم للي ضيع أحذيته في الحرم. شوفوا اللاينات حق وجبات السبيل. وزحمة الناس وهم خارجين من الحرم. طبعا شوفوا الأعداد الكبيرة اللي خارجة الآن. ما شاء الله أجواء لطيفة، أجواء جميلة. شوفوا الآن السحابة تعانق ساعة مكة، وسحابة جميلة هنا. إن شاء الله موعودين بأمطار خير وبركة، يعني تعتبر أجواء يعني أجواء يوم الجمعة اليوم تعتبر مناسبة، أجواء لطيفة. طبعا الأسبوع اللي فات طلعنا من أجياد المصافي ودخلنا أو طلعنا إلى جبل السبع البنات، وهذه المرة وقفنا في أجياد بير بليلة. طبعا ندخل مع هذه الزحمة. هنا أجياد المصافي والزحمة اللي فيه ما شاء الله، في أعداد كبيرة وزحمة. هنا زي ما قلنا أماكن توزيع الماء، لاينات توزيع الماء ووجبات السبيل، وجبة الغداء. طيب نجي هنا على مواقف ريع بخش، وراح ناخذ لنا مويه من هنا، باقي معنا طلعه كبيره. لكن ما شاء الله انا عجبتني الاجواء اليوم، اجواء جميله ما شاء الله. طبعا هنا اخر نقطه لوصول سيارات الاجره. هذا مدخل إلى مواقف ريع بخش، وهنا أماكن توزيع الماء ما شاء الله، الثلاجات مليانة. ما شاء الله الله يجزاهم خير ويكتب أجرهم. صلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا اخذنا مويتنا علشان باقي معنا طلعه هناك كبيره. درة المنورة، اي المدينة المنورة. هذه خروج الحافلات والباصات من مواقف ريع بخش باتجاه الفنادق الموجودة في أجياد وفي شارع إبراهيم الخليل. عندنا فندق الشهداء، شوفوا زحمة السيارات اللي جاية منها مواقف كدي. الله على أجواء الجمعة، على أجواء الحرم. ما
الماسا جراند. شوفوا كل ما اقتربنا من شارع بير بليلة كل ما شفنا كثافة عددية. شوفوا هنا شارع بير بليلة. فندق انفريتي. وإلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم. أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطيات أفضل في حلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.